ايه نعمل ايه يعني؟ لازم اعمل تباعد اجتماعي. فالتباعد الاجتماعي هنا خلينا ان الولاد لحد ثالثه ابتدائي بثلاث ايام والمدرسه فاضيه خالص لهم، وافرض بقى الكلام ده كله على المدرسه. واجي على الفتره المسائيه برضو نفس الكلام بقى ثلاثه وثلاثه، وفي الفتره المسائيه ثلاثه وثلاثه. واحد يقول لي ليش معنى ثلاثه؟ اقول له لان اليوم مش ممتد، انا ما اقدرش اقعد لواحد للساعه 2، انا اخر واحده ونص عشان الفتره المسائيه هتجيلي، واخد بقى. فبقى لنا ثلاث ايام وثلاث ايام. عايز اقول للساده المعلمين، وده اعتقد سؤال حضرتك هتساله، احنا لما هنفرض الفصول هنحتاج معلمين. ده خليني اقول لك على حكايه ال 36000 معلم، وانت قلت عايزين 120000. وعلى فكره كميه التعليقات اللي انا بقولها لك 26000 تعليق على صفحه البرنامج. بص حضرتك تسال اغلبها هذا السؤال. احنا عندنا مبدا، احنا وفق الاحتياج ووفق التدبير المالي. انا مش هجيب مش هروح اجامل واحد اشغله وانا مش محتاجه. تمام. الاحتياج والتدبير المالي. الاحتياج انا بقول اهوت لما هفرض فصولي هبقى في احتياج. انا ودي حاجه تطمن الناس، خاصة ال 36000 اللي اشتغلوا معايا وانا جربتهم. والعام الماضي السيد الوزير توجه الى السيد وزير الماليه وانا كنت موجود معاه، واتكلمنا عايزين نشغلهم بالحصه، نشغل العاملين حتى بالحصه. فقال لا القانون يمنع، فلغير العاملين في التربيه والتعليم ممكن، اللي هي مين؟ اللي هو يقصد بيهم اللي كنا متعاقدين معاهم قبل كده، وخلينا الحصه ب 20 جنيه ولكن كان في من ميزانيه المديريات التعليميه. الازمه اللي كانت المديريات في اخر السنه وكانت مشطبه ايه لكن انا بقول اهو في ضوء الاحتياج والاعتماد المالي احنا لن نتردد في ان احنا نشغل الناس. ده برضه بشره بقى، بشره معلش مصطفى بيه، ده خبر كويس. زمايلنا اللي كانوا معاهم دبلوم معلمين، القرار اللائحه التنفيذيه اتمضى رقمها 1764 ل 2020، اللي كانت بتقول مفادها ان هؤلاء يحق لهم ان يشغلوا منصب مدير مدرسه ووكيل مدرسه ابتدائي، عشان بس الناس لان دول خبره وانا عارف ان هم خبره كويسه جدا في. فالقانون اتغير من السنه اللي فاتت ولكن اللائحه كانت اتاخرت، فاحنا اشتغلنا عليها وجت من يعني خلاص مجلس الوزراء. يعني نقدر نقول ان احنا هناخد اعداد من المدرسين ضمن هذه المنظومه في هذا العام؟ لا، حرقيه يدخلوا الترقيه، من حقهم يقدموا لشغل منصب مدير مدرسه ووكيل مدرسه ومنافسه بقى، بس من حقه يقدم. هو الاول كان ممنوع من التقدير، ايوه، انما دلوقتي بقى من حقه ايه؟ التقدير. في اطار، انا على فكره انا معلم سابق يعني، بس عشان الناس تبقى عارفه يعني. انا معلم كيمياء سابق ثم استاذ جامعه بعد كده يعني. وعارف قد ايه المعلم يعني بيتعب جدا ومسؤوليه مش سهله ابدا.